وليدي مريض مني متى هو مريض وهز بقلبي وما قداش ندوجنا وحبار كاين ما كاينش ومرضت انا قبل منه بالعمليه وقفوا معايا الحباب درت الحمد لله داروا وقالوا لي عندك ثلاثه طلعوا قبوشين نعس في السبيطار تاعي وقفوا معنا الحباب تدرنا لي ديك العمليه الكبيره درنا لي هذاك الراديو الكبير داروا هما خرجوا لي عمليه ب 9 مليون ما عندوش منين يجيبها والو ما كاين قلت له وليدي شوف لا كاين شي شباب وقفوا مع قال لكم راه 9 مليون هذه منين غنجيبها 9 مليون راه كثير ماشي 120 ديال الراديو الكبير هو دابا كيدور مع راه في الليل وليبات ما قف داير هوك تزوج ومطلقه وليدي عنده جوج بنيات راه نوبه معاها نوبه كيمشي عندهم ويجيو وكيدور هو ما عنده ما يعطيهم وها كيمشي ويجي مساكن ما خدامش يا وليدي ما خدامش ومني مرض ما بقى كاع ينوض كاع ما بقى يمشي يخدم وفي على راسو ما بقاش كان بشويه يمشي يدور مع الحفاف ويجيب ويعس يخدم مع العس وداك الشيء دابا ما بقى يدير والو حنا بغينا الا كاين شي محسنين يوقفوا معاه الله يوقف علامهم الله يحفظهم ويضمنهم الله يرزقهم من عنده عندهم ان شاء الله يوفوا لي مع وليدي حتى يدير العمليه ويصح ولا يتكلفوا به ما بغى لا فلوس لا والو عاد يتكلفوا به ويدير العمليه ويصح وليدي الله يحفظكم ويضمنكم انا كنطلب من المحسنين الا كاين شي محسن يوقف معايا في هاد المشكل ما كنتش كنظن به اللي عطى شي حاجه ولا اللي عاوني شي حاجه الله يجازيه بخير ما كنتش انا عارف راسي مريض القلب انا عاد فيه المعده اللي كضرني حيت كنت مشيت عند واحد الطبيب في الاول قال لي راه عندك العصب في المعده وكان عطاني واحد الدواء استعملته هو غير كالماني واحد شويه حيد الدواء عاود رجع عندي المشكل كما هو عاود مشيت عند طبيب اختصاصي ديال المعده ملي شفت عندو قال لي راه ما عندكش المعده هذا خاصك دير تخطيط ديال القلب مشيت عند واحد الطبيبه ديال القلب الله يجازيها بخير دات لي التخطيط دات لي داك الشيء قالت لي راه عندك شي مشكل في القلب ماشي هذا ضروري من واحد الراديو قلت لها ما استطعتيش الراديو هادي وهادي وهادي قالت لي غنصيفطك تنعس في السبيطار ديال المخزن مشيت للسبيطار ديال محمد الخميس واحد الطبيبه تاهي تما الله يجازيها بخير دارت من الدواء دارت كلشي الدواء اللي كيديروه ديال القلب درته كامل 8 ايام وانا نعس في السبيطار ديما المشكل هو المشكل كنتزير بزاف الطبيبه ديال هذاك السبيطار هي قالت لي ضروري من الراديو مشيت نهار 16 في الشهر درت الراديو ها هويا هذا هو الراديو درتو مني جيت عند الطبيبه قالت لي راه عندك ثلاثه العروق هذا كيخرج السيدي هويا قالت لي راه عندك ثلاثه العروق بوشين ضروري من العمليه سولتها على شحال كدار هاد العمليه وهادي قالت لي 9 المنيل انا ما خدام ما منين اللي غنجيب ما عنديش كيفاش ندبر هاد الثمن هذا سلمت امري لله سبحانه وتعالى ولا كاينين شي محسنين الله يجازيهم بخير ورا الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال راني ما بيديش ماشي عندي وليداتي عندي ثلاثه البنيات جوج راه كبار واحد شويه وبنيه راهي صغيره ما خدامش كنت كندور على راسي كنت كيف كنقولوا كندبر على راسي ما عشت النهار ديالي ودابا مع هاد الجائحه هادي راه انت عارف كلشي واقف